هون في جامعة هون في نفس بقية نفس بقية المشاكل، بس إنه الفرق يمكن إنها جوا الجامعة فسموها عنف جامعة. العنف الجامعي هو العنف العادي، بس إنه بيختلف إنه بيكون جوا الجامعة وبين طلاب في الجامعات. أسبابها ممكن تبادل النظرات، ممكن واحد دقم في واحد، ليش دقمت فيه؟ منها ممكن الأزمة التي تحدث في الجامعات، ممكن عشان كرسي، ممكن عشان بنت. عنصرية والعصبية البنات، بس صار إذا أنا حجزت كرسي أو ما حجزت كرسي أنا بتطلع فيه وبتطلع فيه. فراغ، أتوقع فراغ بالشخصية والانعدام بالثقافة لدى الطالب. قلة التوعية تيجي أول شيء، بعدين بيجي فورة الدم، وبعدين بيجي الأمن الجامعي. 90% بنات من المشاكل بتصير، والشغلة الثانية عشائرية. تعليق الدوام، يعني ما في داعي نظلم الدكاترة ونظلم احنا الطلاب اللي جايين يتعلموا عشان مجموعة من عديمي المسؤولية اللي هم الطلاب اللي بيعملوا مشاكل. والله حسب المشكلة، في مشاكل واحد وواحد هاي ما في داعي انك تعلق الدوام، اما في مشاكل كبيرة لما تقول عشيرتين اشي كذا مشاكل كبيرة برأيي انه لازم يكون في تعليق للدوام. بيهدي الوضع، بيسمح فرصة للشباب انه يتلهوا تعليق دوام او شيء زي هيك، بحد من انه مشكلة تتطور لأشياء كبيرة ما تقدر تسيطر عليها بعدين. ممكن الحل الوحيد للمشاكل هي العقوبات، لما الطالب يفكر قبل ما يسوي المشكلة ممكن انفصل ممكن كذا بيرتدع، يقول لا استوب في اشي. عقوبات صارمة فصل اكاديمي بحيث انه ما ينقبل في اي جامعة ثانية او اي سواء كانت حكومية او خاصة، لانه احنا اذا تراخينا واذا مات واذا تهاونا مع الطلاب اللي بسببوا هالمشاكل فبالتالي احنا ما عملنا اي شيء، فبالتالي المشكلة راح تتكرر. نفس الاجراءات اللي تمت بالمشكلة السابقة راح تتم بالمشكلة اللي بعديها. اكيد عقوبات كثير كثير يعني قوية، لازم اصلا لازم المفروض اي شاب بيعمل مشكله على طول فصل من وراء، يعني اوكي ممكن شاب ينظلم فيها هاي الشغله بس بعديها الشباب حيبطل يحرموا، يعني حيصيروا يفكروا بشو راح يصير من وراها، يعني من وراء المشكله اللي حيسووها. يجب ان يكون هناك عقوبات فادحه من الفصل ومن يعني بس ما تكونش يعني كثير سلبيه على الطالب، لانه اي واحد ممكن يصير معه طوشه او اي واحد ممكن انه هيك يصير معه مشاكل، بس مرات الاشياء هاي ممكن تكون يعني دون رات البني آدم، يعني تكون هيك عفوية. العقوبات هي الحل الأمثل لهيك المشاكل، حتى هو نفس الطالب ما يرجع يكررها أو غيره ما يرجع يعمل نفس الإشي. طالب بيعمل مشاكل مش لازم يكون بجامعة أصلاً.